بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في أحكام المواريث، ونخص في حلقتنا هذه بيان ميراث الوالدين، بعد أن تحدثنا في الحلقة السابقة عن ميراث الأولاد. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ذكر سبحانه في هذه الآية الكريمة ميراث الأبوين بعد ذكر ميراث الأولاد، لأن الأولاد والأبوين هما عمود النسب، فذكر ميراث الأبوين إذا توفي ولدهما ذكرا كان أم أنثى، وسواء ولد الصلب أو ولد الإبن. قال ابن رجب: وهذا كالإجماع من العلماء، وقد حكي عن بعضهم خلاف، فمتى كان للميت ولد أو ولد ابن وله أبوان فلكل واحد من أبويه السدس فرضا، ثم إن كان الولد ذكرا فالباقي بعد سدس الأبوين له. وربما دخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأقرب العصبات الإبن، وإن كان الولد أنثى فإن كانت اثنتين فصاعدا فالثلثان لهن ولا يفضل من المال شيء، وإن كانت واحدة فلها النصف ويفضل من المال سدس آخر فيأخذه الأب بالتعصيب، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهو أولى رجل ذكر عند فقد الإبن، إذ هو أقرب من الأخ وابنه والعم وابنه. ثم قال تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني إذا لم يكن للميت ولد وله أبوان يرثانه فلأمه الثلث. فيفهم من ذلك أن الباقي بعد الثلث للأب، لأنه أثبت ميراثه لأبويه وخص الأم من الميراث بالثلث، فعلم أن الباقي للأب، ولم يقل فللأب مثل ما للأم، لئلا يوهم أن اقتسامهما للمال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم ذكور وإناث. وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين العمريتين، وهما زوجة وأبوان أو زوج وأبوان، فإن عمر رضي الله عنه قضى أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال، وما بقي بعد فرضهما في المسألتين فللأم ثلثه وباقيه للأب، وتابعه على ذلك جمهور الأمة. وقال ابن عباس: بل للأم الثلث كاملا في هاتين المسألتين، تمسكا بقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وقد قيل في جواب هذا: إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين، أحدهما أن لا يكون للولد المتوفى ولد، والثاني أن يرثه أبواه، أن ينفرد أبواه بميراثه، فما لم ينفرد أبواه بميراثه فلا تستحق الأم الثلث، وذلك إذا كان معهما أحد الزوجين وإن لم يكن للمتوفى ولد. وقد يقال وهو أحسن: إن قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي الثلث مما ورثه الأبوان، ولم يقل فلأمه الثلث مما ترك،
كما قال في السدس، فالمعنى إذا لم يكن له ولد وانفرد أبواه بالميراث فللأم ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان ويبقى الباقي للأب. ولهذا السر والله أعلم إذا ذكر الفروض المقدرة لأهلها قال فيها مما ترك أو ما يدل على ذلك ولم يقله هنا. ثم قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي تقسمها الورثة، ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم. ولا شك أنه إذا اجتمع إخوة وأم ليس معهم أب فإن للأم السدس والباقي للإخوة. وأما إن كان مع الأم والإخوة أب فقال الأكثرون يحجب الإخوة الأم ولا يرثون. وروي عن ابن عباس أنهم يرثون السدس الذي حجبوا عنه الأم بالفرض كما يرث ولد الأم مع الأم بالفرض. قد قيل إن هذا مبني على قوله إن الكلالة من لا ولد له خاصة، ولا يشترط للكلالة فقد الوالد فيرث الإخوة مع الأب بالفرض. ومن العلماء المتأخرين من قال إذا كان الإخوة محجوبين بالأب فلا يحجبون الأم عن شيء بل لها حينئذ الثلث، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله على هذه الآية، وقد بين فيه ميراث الوالدين مفصلا على ضوء الآية الكريمة. ويتلخص ذلك في أن الأب إما أن يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو يجمع بين الفرض والتعصيب. فيرث بالفرض فقط إذا كان لولده الميت ولد ذكر فأكثر، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن لولده الميت فرع وارث، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ففرض للأم الثلث ولم يفرض للأب، فدل على أنه يأخذ الباقي في هذه الحالة تعصيبا. ويجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان لولده الميت بنت، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. هذا دليل إرثه بالفرض في هذه الحالة. وأما دليل إرثه بالتعصيب فقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والأب في هذه الحالة هو أولى رجل ذكر فيأخذ الباقي بعد الفرض تعصيبا. وأما الأم فلا ثلاث حالات أيضا، فتارة ترث السدس وتارة ترث الثلث وتارة ترث ثلث الباقي. فترث السدس إذا كان لولدها الميت فرع وارث أو له جمع من الإخوة، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة وليس في المسألة أحد الزوجين، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وترث الأم ثلث الباقي إذا لم يكن فرع وارث ولا جمع من الإخوة وكان في المسألة أحد الزوجين، فيأخذ الموجود من الزوجين فرضه ثم تأخذ الأم ثلث الباقي بعده ويأخذ الأب الباقي، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فشرط في إعطائها الثلث كاملا في هذه الحالة انفراد أبويه بميراثه، وإذا كان معهما أحد الزوجين لم ينفردا بميراثه وإنما ينفردان بما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين،
ولأنها لو أعطيت الأم الثلث كاملا في هذه الحالة لزاد نصيبها على نصيب الأب، وهذا ليس له نظير في الفرائض، لأن القاعدة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإما أن يتساوي كالإخوة لأم، وإما أن يأخذ الذكر ضعف مال الأنثى. ولهذا قضى عمر رضي الله عنه لها في هذه الحالة بثلث الباقي، وقال بذلك جمهور العلماء، والله أعلم. أيها الإخوة الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.